بداية أشكر جزيل الشكر كل ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية اللي دائما كتجاوب بحضورها الندوات الصحفية وكل اللقاءات اللي كتعقدها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. اليوم بعد الندوة الصحفية الأولى اللي تعقدت على ما يقرب شهر من اليوم، كنعقدو ندوة صحفية ثانية اللي كتعلق دائما بملف المعروض أمام القضاء الفرنسي ومعروض أمام القضاء المغربي، والذي يتعلق بما يعرف بملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه ومشاركيه. طبعا خلال الندوة الصحفية السابقة طلعت على جميع المعطيات اللي كتعلق بهذا الملف، كيف بدات القضية بفرنسا وتم اعتقال جاك بوتييه على خلفية متابعته بجرائم التجار بالبشر وهاتك عرض قاصر واغتصاب حسب القانون الفرنسي وحسب القانون المغربي هاتك العرض. طبعا جاك بوتييه الذي كان كيرتكب هذه الافعال الاجراميه ليس لوحده ولكن مع عصابه اجراميه، حتى ولا عندنا توتان سيستيم جاك بوتييه هنا طنجه. مع الاسف جاك بوتييه اللي توفرت له جميع الظروف والامكانيات من اجل استثمار لوفشورينغ هنا في طنجة وخلق مجموعة الشركات، اعتقد بأن هاد الامتيازات يمكن يستغلها وهاد البوفوار ديالو فينونسي يمكن يستغلو من أجل استغلال جنسي لشابات مغربيات وجعل من هاد الشركات ضيعات الاستغلال الجنسي لشابات مغربيات، ليس فقط استغلال جنسي ولكن معاناة كبيرة لا بالنسبة للشباب ولا بالنسبة للشابات داخل هذه الشركات التي لا يتم فيها احترام دفتر التحملات، لا يتم احترام قانون الشغل، ولا يتم احترام حتى إنسانية وكرامة المشتغلين في هذه الشركات. مع الأسف مجموعة ديال الشابات اليوم اللي هما حاضرين واللي كانت عندهم الجرأة أنهم يبلغوا ويشكيوا ويطلبوا الحق ديالهم في الإنصاف، ولكن كاين شابات أخريات اللي ما كانش عندهم هذه الجرأة ومازال لحد الساعة مترددات تصلوا بنا كجمعية وكمحامين، ولكن مازال الخوف، مازال الخوف عندهم كيحصرهم. أولا الخوف من المحيط ديالهم، من الأسر ديالهم، الخوف من المجتمع، الخوف من الإشاعات اللي صدرات على لو كلون بوتييه كله واللي كيخبروهم بانهم ما يمكنش يطبق القانون في المغرب وما يمكنش يتم انصافهم في المغرب وما يمكنش ياخذوا حقوقهم في المغرب، واعتقدوا فعلا بان هاد الناس يمكن لهم بامكانياتهم الماديه او بعلاقاتهم يمكن لهم يشريوا صمت الضحايا ويشريوا صمت الشهود، بل ويشريوا كذلك المؤسسات ويشريوا رجال الامن ويشريوا المنظومه العداله او نظام العداله المغربيه ويشريوا الشرطه القضائيه ويشريوا كل المؤسسات ونشروا هذه الاشاعات واللي مازال كينشروها لحد الساعه. ولكن الصدمه اظن كانت قويه بالنسبه لهم لما شافوا بان الشكايات ديال المشتكيات تم التجاوب معها بشكل سريع وعميق وتحفظات حقوق الضحايا، واليوم الملف معروض امام القضاء المغربي بمحكمه الاستئناف بطنجه، امام النيابه العامه في شخصيه الوكيل العام بمحكمه طنجه، امام السيد قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف بطنجه. اليوم كتعرفوا القرارات اللي اتخذت في حق المتهمين اليوم واللي هي بدايه هذا المسلسل اللي طبعا سيكشف المستقبل عن مجموعه من الضحايا
وسيكشف كذلك المستقبل عن مجموعة من المتهمين المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية في حق هؤلاء الضحايا. اليوم من بعد اعتقال جاك بوتيي ومجموعة من المتهمين في فرنسا، كيتم كذلك إيداع مجموعة من المتهمين، 5 متهمين بالسجن المحلي بطنجة على خلفية قرار السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة والمتعلق بالملتمس ديالو بإيداعهم في السجن من أجل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وهي من أخطر الجرائم اليوم على المستوى العالمي. ترتيب جرائم الاتجار بالبشر كيجي من بعد جرائم المخدرات وجرائم المتاجرة في السلاح. الجرائم هذه خطيرة جدا لأنها ما كتعلقش بأفعال إجرامية اللي كيكون الضرر ديالها نسبي ضعيف أو لا مرحلي في واحد المدة زمنية، ولكن يمتد ضرر هذه الجرائم على مدى الحياة الضحية، والضرر ديالو يخلق صعوبات نفسية واجتماعية واقتصادية واللي كتمس أساسا كرامة الإنسان. لهذا هذه جرائم خطيرة ومرتبة في الترتيب على المستوى العالمي، والعقوبات ديالها مرتفعة كتقدر توصل حتى 30 سنة فما فوق. اليوم بعد هذا المسار اللي احنا اولا نحيي بشكل كبير كجمعية مغربية لحقوق الضحايا هؤلاء الضحايا وضحايا اخريات اللي ما مكنتهمش الظروف يحضروا، على الجرأة ديالهم، على القدرة ديالهم ديال المقاومة، على هاد النفسية اللي بداو كيكتسبوا والثقة اللي بدات كترجع لهم بشوية بشوية، باش يمكن اننا نفضحوا هاد لو سيستيم ديال جاك بوتيي وهاد النوع ديال المستثمرين اللي كما قلت سابقا بعقلية استعمارية كيعتقدوا بان هذه بلاد ما كيطبق فيها قانون، هذه بلاد ما فيهاش مؤسسات. ومع العلم انه اليوم واقع الحال بين بانه المغرب دولة اللي خدات مسار في اطار النهوض بحقوق النساء، يعني عقود، وحنا كنوضعوا واحد ترسانة قانونية بما فيها مدونة الأسرة، بما فيها قانون الجنسية، بما فيها قانون مناهضة العنف ضد النساء في 2018، بما فيها قانون التجار بالبشر 448 ومن بعده في 2016، كلها قوانين جات من أجل حماية النساء، من أجل النهوض بحقوق النساء. لهذا اليوم كنقول بأن كنعرفوا أن واقع ضحايا الاعتداءات الجنسية، أن النقاش أو الحديث عن جرائم الجنسية مازال كتشكل طابو في بلادنا، ولكن هذه الخطوة الأولى. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تحملات هذا العبء لأنه ماشي سهل في مجتمع داخل كمجتمع ديالنا، رغم أنها كاينة قوانين متقدمة، ولكن مازال عقلية كتقاوم هذه الجرأة اللي عند الضحايا، مازال عقلية كتمنع الكلام عن الاعتداءات الجنسية، ومازال كذلك في جميع المؤسسات ليس فقط عقلية المجتمع ولكن حتى مسؤولين مازال كيعتبروا بأن الاعتداءات الجنسية هي واحد الأفعال العادية، ولدرجة أننا أحيانا كنطبعوا مع هذه الاعتداءات الجنسية وهي في واقع الحال هذه اعتداءات اللي عندها تكلفة كبيرة بالنسبة لبلادنا، بالنسبة للضحايا، بالنسبة للمجتمع، وتكلفة باهظة بالنسبة للدولة كذلك، لأنه ما يمكنش دولة تخدم ونصف ديال هذا المجتمع كيعاني من الاعتداءات الجنسية، ونصف المجتمع كيعاني من العنف بجميع أنواعه، نفسي وجسدي وجنسي ولفظي. ما يمكنش بلاد تقدم إلا بقينا ساكتين على الاعتداءات الجنسية. اليوم إلا كانت هذه الخطوة من داخل هذه المؤسسات أو المقاولات من طنجة، كنبغي نقول بأنه كان كذلك طالبات اللي كانت عندهم الجرأة أنهم يفضحوا الاعتداءات الجنسية داخل الجامعات المغربية، كان هناك ضحايا أوسي جميع مناطق المغرب، واليوم كتكشف أن الأسر ولات عندها الجرأة ديال تحدث على الاعتداءات الجنسية بالنسبة لأطفالها، بالنسبة لما يقع داخل المدارس من الابتدائي والثانوي وغيره. كاين هناك نوع من التحول فيما يخص التعاطي مع هذه الجرائم الجنسية داخل المجتمع المغربي، كاين تحول وكاين واحد النوع ديال الوعي اللي ولا عندنا مجتمعي،
ولكن مازال المسار طويل. اليوم الجرأة ديال هاد الشابات اللي كنحييهم على صمودهم، تنحييهم لانهم الامر ما كيتعلقش بهم فقط، كيتعلق بضحايا اخريات. الجرأة ديالهم غادي تحمي ضحايا اخريات في المستقبل، ماشي غير في لافي وماشي غير في اسيو 2000، ولكن في مجموعه ديال المقاولات في مجتمع ديال المغرب، المجتمع المغربي ككل، وفي مجموعه ديال الشركات، وخاصه كنعرفوا كيف كتتم الاعتداءات الجنسيه داخل القطاع الخاص، خاصه يمكن في جميع الفضاءات العامه كتكون، ولكن في القطاع الخاص خاصه كيتم استغلال النفوذ، استغلال الحاجه والهشاشه ديال الضحايا باش يتم ارتكاب افعال جرميه جنسيه بحق هؤلاء النساء اللي هما في مقتبل العمر، شابات في مقتبل العمر، ذنبهم الوحيد انهم بغاو يحققوا الاحلام ديالهم ومستقبلهم ويعيشوا بكرامه، ولكن مع الاسف تم استغلال كل هذا الشيء من طرف مجموعه ديال الناس عندها امراض نفسيه، عندها عقد نفسيه، وتم طبعا في اخر المطاف المس بكرامتهم، بانسانيتهم، بادميتهم. هؤلاء الضحايا حاضرين اليوم معكم، غادي ندليو لكم التصريحات. انا اللي كنطلب منكم الله يخليكم نساء ورجال اعلام، دائما كما عهدناكم تحافظوا لهم على الانونيما ديالهم من اجل حمايتهم. هادو ضحايا اللي تعرضوا لاعتداءات وغادي يعيشوا في ظروف ماشي سهله، كيعانيوا من التشهير اليوم، كيعانيوا من هاد الكلون ديال بوتيي والكلون ديال هاد المجموعه ديال المجرمين اللي ارتكبوا هاد الاعتداءات في حقهم هنا بطنجة، كيعانيوا من مجموعه الناس كيتم تسخيرهم من طرفهم باش يهددوهم او باش يحاولوا يشريوهم باش يسكتوا، لان اللي كيزعجهم هما ان هادو رفضوا يصمتوا، هما هادو كسروا جدار الصمت كما كتقول الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا بركه مسكات. هذا هدف، وهذا هدف اسمى ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، يمكن اليوم تجسد مع ضحايا لو كلون او لو سيستيم جاك بوتي، ولكن اوسي غادي تحقق داخل المجتمع المغربي ومن خلالكم كاعلاميين انكم تنشروا هذا الوعي ديال اننا خصنا نتحدوا داخل المجتمع المغربي على الاعتداءات الجنسيه. هادو شابات اليوم كتشوفهم اليوم كيعانيوا، راه كاين اللي جالسه فيهم وانا كنشوفهم ما كيطرومبل ما ستريسي، باقيين كيعيشوا تحت ضغوط لانه سنوات وهما تحت ضغوط، ولكن غادي يتجاوزوا هذه المرحله خصهم، لان كما قلت الضرر كيبقى مستمر، كيبقاو يعانيو، خصهم معالجه نفسيه، خصهم تتبع، وخصهم حمايه الاسره، وخصهم حمايه المجتمع، وحمايه الدوله لهم. الدوله تحميهم، هذا القانون، الدوله خصك تفرض عليها تحمي الضحايا، وخاصه في الوقت اللي كيبلغوا، لانهم كيوليو عرضه للتشهير وعرضه للتهديد، وكتولي كذلك حياتهم مهدده احيانا. لهذا المفروض انه القانون كيلزم الدوله حمايه ضحايا الاعتداءات الجنسيه، وخصها توفر لهم الحمايه في حياتهم، في سلامتهم، وفي مستقبلهم، في امانهم. لهذا ما غاديش نطول عليكم، تبعتوا المسار بعد هذه الخطوات اللي حقيقه الجمعيه المغربيه صدرات بلا من اجل انها تحيي كيف تم التعامل مع شكايات الضحايا، 6 شكايات وباقي شكايات اخرى مستقبلا. هاد الشكايات ديال الضحايا كيف تم التعامل معها من طرف النيابه العامه، من طرف قاضي التحقيق، من طرف الشرطه القضائيه، كيف تم البحث بشكل جدي ومعمق في هاد الملفات، واللي كشف مجموعه ديال المتهمين، وواحد فيهم اليوم راه غادي يتقدم امام الوكيل العام هذا الصباح، ذو جنسيه فرنسيه، غيتقدم هذا الصباح امام الوكيل العام، وغادي ننتظروا من بعد هذا زوال القرار ديال السيد الوكيل العام في حقه. لهذا كنقول هذا مسلسل ديال هذا الملف هذا اللي كشف عن ضحايا اخرين، مازال العشرات ديال الضحايا، لان سنوات من الاستغلال، سنوات ديال الاستغلال الجنسي لهؤلاء الضحايا، مازال غيكشف على ضحايا اخرين، ومازال غيكشف على متهمين اخرين في هذا الملف. وهذا الجمعيه المغربيه مصره على انها تفضح كل ما يتعلق بهذه الاعتداءات التي ارتكبت، ومن اعتقد انه غادي يشري الصمت ديال الضحايا وغادي يشري الصمت ديال المؤسسات وديال الشرطه القضائيه ولا ديال الامن ولا ديال العداله غيكون واهم، لان الحقيقه والواقع غير ذلك. واليوم
إيداع مجموعة من المتهمين، خمس متهمين في السجن المحلي في طنجة، كيبين وكيأكد هذه الحقيقة. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.